بصريح العبارة أيضا. أي لولا العامل الخارجي لما اتفق عزم وتقدم. ليش مثال بسيط أقول لك. ماشي. من هو الراعي الآن؟ من هو الراعي الآن؟ لولا تأثير العامل الخارجي. من هو الراعي الآن لحوار عزم وتقدم؟ ما سراعي صرنا بشكل مباشر، أما احنا قرأنا الفاتحة على ما اتفقت عليه النساء كما يقول أهل الشام عندما يقرؤون الفاتحة في إتمام مراسم الزواج أمام جاية جاهة طويلة عريضة ومفاوضات وما أدري منه، وبالأخير يقولون نقرأ الفاتحة على ما اتفقت عليه النساء. النسوان قعدت بغير مكان ومتفقات على شيء، واحنا جايين نتجادل وهذا يصير وهذا ما يصير وهذا خوش ولد، ويقعدون ببيت لو ما يقعدون ببيت، وحدهم يروحون شهر العسل بالمالديف، لا يروحون الحلب ما أدري منه إلى آخره. والحقيقة بالأخير كل هذا التعب الأب ينبري فيقول نقرأ الفاتحة على ما أستاذ مشعان. أنا آسف عليه بين النساء. مشعان كان عندنا خلل بالصوت يعني الناس ما وصلتها الفكرة. لولا العامل الخارجي لما تحاور عزم وتقدم. هذا العامل الخارجي شرقي غربي خليجي؟ لا، العامل السني المجتمع السني يؤثر به العامل التركي والعامل العربي. زين. في الأغلب هذه 100%. هذه المرة ولولا العامل الخارجي ما تشكلت حكومة 2018. بس تسمح لي. نعم. ولولا العامل الخارجي 2018 ما تشكلت حكومة ولا فاتوا البناء والمدري منه بتشكيل حكومة موحدة. هم كان أكو أزمة حقيقية والناس كانت مصدقة راح تروح بخطين ينقسم السنة والشيعة والأكراد كل في مربع، وراح واحد يشكل الحكومة واحد يصير معارضة. بعدين العامل الخارجي وبالأخص العامل الإيراني غير من المعادلة وخلاهم يتفقون ويشكلون حكومة مشتركة ويجون بعادل عبد المهدي ثم الإطاحة بعادل. كلها عوامل. العامل الخارجي مؤثر، والعامل الأمريكي أيضا مؤثر، والعامل الوطني في النجف. النجف عندها كلمة الفيتو. الآن خليني في تحالفكم على أي واحد. لا يزن. خليني في تحالفكم. يعني العامل التركي الآن هو الذي يرعى هذا الحوار أو يدعوكم لهذا الحوار؟ لا لا، أنا عفوا، عامل التركي والعامل الخارجي والعامل الخليجي عامل مؤثر، عامل مؤثر مشجع دافع لوحدة الموقف بين السنة، وهو الضاغط لهذا الأمر، وجعل البعض منا يتجاوز خلافاته وطموحاته وارتباطاته وتحالفات وإلى آخره واتفاقات مسبقة، ويذهب إلى حالة التوافق التي الحالية التي هي بين عزم وتقدم. هاي الحقيقة. ما حد يقول لك أكو الآن وأكو هسه ناس جونا إلى حولونا من العزم إلى العزم أيضا متأثرين بعامل خارجي ويريد يخربون القصة كلها. ما العامل الخارجي مؤثر في العراق لمجموعة من الأسباب. البعض من السياسيين يشعر أنه أحيانا لازم يحتمي بعامل خارجي لا يطلعون عليه مذكرات قبل ولا يسوون عليه قضايا ولا يفتحون ملفات الفساد خليني أسألك. ولو مدري شو يسوون. هي هيك القضية ما شبه العراق.